لو انتوا عندكم تشقق شديد رهيب فظيع، تمام، فانصحكم بايفا بالجريسلين، وده بالاخص يعني في الشتاء حلو قوي. لو انتي ما بتحبيش الحاجه الثقيله فجونسون البينك سوفت جدا وخفيف قوي وحلو قوي، اللطيف يعني على البشره. منتجات جونسون معروفه اطفال يعني كده. المنتج ده تقيل شويه، في منه خفيف على فكره بس انا ما جربتهوش، بس ده حلو قوي 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 للايدين وللرجلين، قوي 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 يعني. ده يعني لازم ولا بد معاكم، ده ما من الحاجات اللي لازم تستخدموها، حلو قوي. للناس بقى اللي مستغليه الحاجات دي كلها وشايفه ان انا هقعد استخدم لبنتي الحاجات كل حاجه في الكون، حلو قوي. للبق ساعات كانوا بيحطوه قبل ما يبقى فازلين يتطور ويعمل حاجات معينه للبق، زي يعني بيستخدم لحاجه معينه. اللون الاحمر ده مستخدم لترطيب الشفايف، لو انتوا مش حابين تستخدموا ده استخدموا ده، مش حابين تستخدموا ده هاتوا لونه اي حاجه مرطب للشفايف. من الحاجات المهمه جدا عشان نسيب بس اتكلم عليها يعني. نرجع تاني للايد. طب انا ما عنديش اي كريم من الكريمات بتاعت الايد اللي انا قلت لكم عليها دي ولا فازلين، فاحنا انسب حل تروحي الصيدليه حضرتك وتجيبي ده. طبي ده بقى ايه؟ جريسلين طبي، سعره رخيص جدا يعني، كنت جايباه ب 12 جنيه تقريبا. اوكي حلو قوي، بيدي افكت حلو جدا. ممكن تستخدميه انت وبنتك، تمام. يعني هو عيبه بس ان انت بتحطيه بيحرق شويه يعني، ف بس ده في الشتاء يعني يجيب نتيجه حلوه قوي في الشتاء بالتشقق وكده. فده الايدين. هو من الايدين نيجي على الرجلين، وندخل بقى على الرجلين. بصي بدون دخول في تفاصيل برضو، انت المفروض تعملي بادي كير لبنتك في البيت. بصوا انا بحب جدا يعني فكره ان انت تعملي كل حاجه في البيت، لان انا بحس ان طبعا مع انتشار الامراض كتير انت مش ضامنه الصالون اللي انت تروحيه او الكوافير يعني، انت مش ضامنه ان يكون حاجته بيعقم الحاجه او ناس نظيفه او كده، فاعملي كل حاجه في البيت تطلع احلى ولطيفه. مفيش مانع ان انت من كل فين وفين تروحي تعملي انت بره، نوع من انواع الدلع عليكي يعني اكيد، بس الافضل تجيبيه. في الايدين في الرجلين برضو انا ممكن تستخدموا اي كريم بعد ما تخلصي البادي كير، تستخدمي اي كريم من الكريمات دي او الفازلين عادي جدا او الجريسلين. الفكره كلها ان انتوا بعد ما بترطبوا او اي كريم تاني، لان في كريمات مخصصه للموضوع ده ممكن برضه تدوروا على اليوتيوب هتلاقي الحاجات دي. بتحطي تلبسي شراب، اهم حاجه دي اهم خطوه، ان انتي بعد ما قشرتي الجلد الميت وعملتي كل حاجه وحطيتي الكريم وكل حاجه او الكريسلين او كده لازم الشراب ولا بد. من الحاجات المهمه جدا ان انتي ما تخليهاش تمشي حافيه في البيت خالص، مفيش بنت تمشي حافيه في البيت مفيش. ولو انت شقتك كلها سجاد برضو محدش يمشي حافي، اشتري في الشتاء لكلين. في حاجه بس حابه اوضح عنها، ان انت ممكن يعني تاتش كده خفيف حلو قوي تجيبي البتاع ده ظريف يعني. اوكي هاتوه حطيه على الكعب، بيدي لون لطيف قوي على الكعب كده لون بينك. لو مش حابه ده خالص مفيش مشاكل، روحي العطار، لان انا عايزه دم غزال، بس خلي بالك ان ما تقليهوش عشان ده لما بيتقل بيثبت. اوكي فهاتي بس حاجه تحطي حاجات خفيفه بس برده على الكعب هيديكي اللون الحلو اللطيف اللون الوردي يعني. لو انتي بنت في مرحله المراهقه كتير، في حاجه بس عايزه اتكلم عنها في موضوع الايدين. احنا بدانا نتكلم عن التنت واللاب كلاس وحاجات كده، فاكيد اكيد اكيد استخدام المانيكير. بصوا طبعا انتوا عملتوا بادي كير، لو عملتوا بادي كير للرجلين لازم اكيد هتعملوا بادي كير للايدين، شيء اساسي، وامكاني ان ضوافرها تكون مقصوصه، ويعني ممكن بس يعني ساعه المانيكير لو هي كبيره شويه في اعدادي وثانوي ممكن قبل فتره قبل ما تحط مانيكير ممكن تطول ضوافرها عادي، بس اهم حاجه تحافظ عليها ان هي نظيفه على طول. اي مانيكير بتحطوه وفي وقت الدراسه ممكن بتحط، المفروض انها ما تحطش مانيكير خالص او على الاقل تحط فرنش. الفرنش بيبقى جميل جدا ورقيق وممكن ينفع يتراح بيه المدرسه. طيب ده لو هي غير مكلفه. طب لو هي مكلفه يعني خلاص المفروض ان هي بتحاسب، فالناس عاشقين المانيكير بيبقى قدامهم ثلاث حلول بس ده بره المدرسه طبعا يعني. ها اول حل انها تحط مانيكير عادي جدا، بس ده لازم يكون معاها اسيتون في الشنطه وتقعد تشيله وتتك كويس جدا انها شالته كله، عشان ما ينفعش تحط مانيكير وتتوضى عليه وتصلي
غلط، فلازم تشيله، تشيله كويس جدا. وفي تكنيك لحط المانيكير بطريقه صح، فاتفرجوا عليه على الانترنت عشان لما تيجوا تشيلوه بيكون احسن، فما تحطوش المانيكير على الضفر من جنب الجلد، لا بتسيبه سبيس شويه من هنا ومن هنا. في تكنيك معين دوروا عليه، وخلوا بالكم الموضوع ده لازم يتشال عشان الصلاه. تمام. تاني حاجه انا عن نفسي حبيتها جدا، دورت عليها كتير قوي، هو المانيكير الاسلامي. مانيكير الاسلامي هو مانيكير مش بيتحط وتتوضي عليه عشان بلاش تخلف، عشان في ناس كتير بتعمل حاجات بتاعتها. هو مانيكير بيتحط وبيتقشر، يعني انت في خلال دقيقه بتكوني مقشره ايدك كلها. مستو ان هو جميل، بتحطيه وتشيليه بسرعه. عيوبه ان الوانه محدوده جدا ومش صعب تلاقيه، يعني انا قعدت ادور عليه، كان ساعتها منتشر سيتي ستارز فروحت جبته، بس كان عيبه برضو الاساسي ان هو بيقشر. انا ما لقيتوش تاني بصراحه، يعني انا سايبه الاساسه دي تذكار وما اعرفش كنت سايباها ليه اصلا، فهو كنت سايباه من سيتي ستارز من 10 سنين تمام، وسايباه تذكار ما اعرفش ليه، مش عارف، بس انا عرفت ليه انا سايباه تذكار دلوقتي عشان الفيديو. فدوروا عليه يا جماعه، ولو لقيتوه بقولوا لي عشان انا ما بلاقيهوش. هو مانيكير بيتقشر، مش بتحطيه وتتوضي عليه تمام، فما فيش مانيكير بتتوضي عليه خالص، عشان نبقى نكون صراحه مع بعض. او الحل التالت ان انتوا تجيبوا ضوافر زي دي تمام، دي ضوافر بتتلزق منها فيها، مش عارفه معلش عذرا اني بشاط المنظر عشان اتقلبت في الكرتونه عندي. ف هو الضوافر دي بتتلزق منها فيها، او في ضوافر اللي بتتلزق، بس انت لو حطيتي الضوافر اللي بتتلزق لازم قبل ما تنتهي فترة البريود لازم تشيليها كويس جدا، علشان خاطر الامير او اللزق بتاع الضوافر بيبقى لازق في الايد فبيمنع الصلاة، لازم تشيليها قبلها بثلاث ايام، سواء ده او المانيكير العادي لو انت تحطيه فترة البريود، لازم قبل ما تصلي تشيليهم بثلاث ايام، علشان بيبقى فيه اثر للمانيكير او اثر للامير بتاع الضوافر. او يعني بس لو انت مش هتلزقي امير في الضوافر اللي هي اللزقه دي على طول حلوه، بس عيبها ان هي ما بتستحملش كتير قوي، هتلاقي نفسك فكت مره واحده، بس هي دي العيب يعني الاساسي بتاعها، بس انا بحبها عن بتاعه الامير او بتاعه اللزق بتاع الضوافر يعني. وافضل ان انتوا تجيبوا نوع مانيكير كويس عشان تقدروا تشيلوه بسرعه واحسن، واحسنهم ده لو لقيتوه قولوا لي عليه، اللي هو مانيكير الاسلامي اللي هو بيتقشر تحفه وحلو جدا جدا. ده لمحب المانيكير. لكن انا بنصح برضو ان انتوا يعني ما نلجأ للحاجات الطبيعية شوية. ففي حاجة ممكن تعملوها في الرجلين بس، يعني في الايدين بيبقى شكلها مش لطيف، في الرجلين هي بتبقى عبارة عن اللي هو استخدام الحنة. حنة ايه ده، الناس هتقولك بقى حنة اللي هي السودة دي الوحشة اللي بتطلع بالضوافر دي بيئة قوي. هو عندكم حق ان هي وحشة جدا، بس صراحة احنا هنستخدمها ونعدلها بطريقة مختلفة. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل رسم حنة على الضوافر. الضوافر الرجلين اصعب حاجة بتشال منها المانيكير تمام، فاحسن حاجة ليها هي رسم حنة على الضوافر. يعني هتعملي كانك بترسمي مانيكير، عارفه رسومات المانيكير بتترسم على الايد هي هي، بس تترسم بالحنه، فهتلاقوها هتطلع في الاخر شكلها كانها اولا كانك رسمه مانيكير اسود، يعني انت حاطه كانك حاطه مانيكير اسود. رقم اتنين، الرسمه كل ما الضفر بيكبر مش هتعمل اللي هي التقوس الابيض ده، بدل ما تحطي اللون كله اسود بيبقى فيه ابيض وبشكله عره واللون بيروح، لا 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 خالص، هيبقى كانك الرسمه بتطلع معاكي واحده واحده لحد ما تنتهي خالص. فجميل جدا وحلو قوي، وناس كتير كانت بتفتكرني لما باجي اصلي تيجي بتقول لي مثلا انت بتصلي ازاي وانت حاطه مانيكير في رجلك ومش عارف ايه، فبيبان الموضوع شيك جدا وحلو. يعني مش كل الكوافيرات بتعمل الموضوع ده، لانه في ناس كتير بتشوف ان الحنه دي حاجه وحشه قوي وبيئه قوي، بس تراست مي جربوها حلو جدا، بس روحوا عند حد بروفيشنال بيعرف يرسم. ما تعملوش الحنة التقليدية او بتاعت الصوابع، ولكن ارسموا رسومات بتقعد تقريبا من 7 ل 8 شهور. انا كنت سألت ناس يعني متدينة في الموضوع ده، لانهم كانوا بيحطوا الحنة الكاملة دي، فقالوا لي حلال وكده، بس اضمن اسألوا دار الافتة برضو، يعني اضمن يعني ما اعرفش، بس انتوا اسالوهم، ولو قالوا لكم اوكي استخدموا الموضوع ده لطيف جدا وحلو قوي، وهيرحمكم كتير من المناعه عن الفتره دي والتغيرات وليه اساسا الفتره دي بتيجي وكده. يعني
علميها ازاي تتطهر بعد مرور فترة الحيض او البريد. لازم تعلميها ازاي. الموضوع ده يا جماعة كارثة، ناس كبار جدا وما يعرفوش ازاي ياخدوا دش بعد مرور فترة البريد. فانت كده يعني بتكوني بتعملي برضو خدمة جليلة للمجتمع، عشان كمان صلاتها تقبل. فعلميها. فيعني واحنا بقى نبدأ نتكلم عن الدش، اكيد هبدأ اتكلم عن استخدام الشعر. لازم تستخدم شامبو بلسم الاثنين مع بعض، يكون نوع كويس. انا احسن نوعين جربتهم كان دوف وهيربل. يعني اي الحاجات التانية صراحة ما مشتش مع شعري انا، بس ممكن تكون تنفع مع ناس تانية. فعشان كده برجع اقول لكم روحوا لطبيب جلدية علشان تعرفوا كويس قوي ايه الانواع اللي تنفع مع شعركم ومع بشرتكم والحاجات دي كلها. اوكي. برضو اهم حاجة ترطيب الجسم. ممكن ترطبي باي كريم، اي حاجة يعني، اي حاجة، اي كريم، اي لوشن. بصوا في اي بادي لوشن، انا بحب اي حاجة فيها ملك، البتاع ده جميل. سو ايبو ان هو مش موجود في مصر، انا ملقتوش يعني، بس لو لقيتوه بقولوا لي حلو قوي. واي حاجة تانية يعني، اي منتج تاني لطيف ده حلو قوي. فازلين ده فظيع، واللي بالكاكاو تقريبا برضو، او كاكاو او كاكاو او لونه يعني كاكاو، برضو لطيف حلو. ده لطيف جدا للجسم. او اي مرطب يعني، انا مش هقول لكم لا، حلو قوي. في حاجتين كمان بس في الشاور لازم اي نوع برضو، يعني في انواع كتيره جدا برضو. سيرش على اليوتيوب واسالوا، هتلاقوا حاجات حلوه قوي قوي يعني. ترطيب زي ما قلت لكم بعد الدش مهم جدا. لو انت كبيره شويه استنى ثانوي بقى، جامعه بقى، ندخل اوعى على السكراب بقى. قبل ما تاخدي الدش بتاعك تعملي سكراب، وبعد كده تعملي ازاله للشعر. اي سكراب انت حباه بقى، بس هفضل حاجات منتجات طبيعيه انا احبها جدا. وتعملي بعد كده بقى ازاله للشعر باي طريقه انت بتستخدميها وترتاحي عليها. ويا ريت يا جماعه تزيلوا الشعر للبنات الصغيرين، لو انت هتلبسيها كات وهتلبسيها قصير شويه للاكبر، يعني ان انت بتعلميها ازاي تزيل الشعر من الاماكن الحساسة. الموضوع ده مهم جدا، ودي سنة يا جماعة بعد انتهاء فترة الحيض لازم ولا بد. مش لازم تكون الموضوع بنظافة يعني لو هي بنوتة، ولكن لازم يكون ما فيش شعر بقدر الامكان يعني باي طريقة كانت. شوفي بقى انت الطريقة اللي تناسبك وجربوا يعني، وعلميها. لو انت حابة تستخدمي طريقة السويت اوكي علميها، لان السويت مستو ان هو بيخفف الشعر جدا. فطبعا لو هي بدأت وهي صغيرة، قبل ما تكبر الشعر هيكون قل كتير اوي. فلطيف، وكمان انها تتعلم انها مرة في مرة تتعلم ازاي تعمل لنفسها، فالموضوع هيبقى الطف واحسن كمان. وبرضو ارجع اقول اي وسيلة انت تستخدميها تكون لطيفة، المهم ان تكون نظافة الجسم والريحة حلوة جدا. في انشانتر تقريبا، انا افتكر مش فاكرة اسمه قوي يعني، بصوا فانا مش فاكرة بالظبط الكلمة، انا ما كملتهاش، بس انشانتر تقريبا الباودر بتاعه واللوشن بتاعه حلو جدا. استخدموهم فيكتوريا سيكريت، بس سبلاش منه فظيع فظيع. نظافة حطيه كده بعد الدوش تحس ان انتي نظافة. لازم يكون عندك ماسك بعد انتهاء فترة البريود بتحطيه. اهم شيء في الكون قبل ما تاخدي اي دوش، طبق ميه سخنه او ميه مش سخنه، سخنه مولعه يعني، ميه دافيه، واقعدي فيه. من وين بنتك صغيره عندها 8 سنين ويمكن من 6 سنين كمان لحد ما تبقي جده، اقعدي اعملي الموضوع ده تمام. بس لما بتكبري شويه بتبداي تستخدمي غسول للمنطقة الحساسة يعني، تحطيه في المية وتقعدي فيها شوية، او ديتول، مش ديتول سوري، بتزين تقريبا، بتزين، او اقعدي في مية دافية بس، حلوة قوي، مية دافية لطيفة جدا اقعدي فيها تمام. انا هنا مش بقول انك تبني البانيو وتقعدي فيه، بصوا الموضوع لطيف قوي فكرة انك تبني البانيو وتحضري لنفسك. بس انا صراحة لو يعني لو مفيش متابعة ما من حد معاكي في الشقة بيتابعك يعني، ما تعمليش الموضوع ده، لان لا قدر الله بتحصل حالات كتير قوي اغماء وغرق وكده. فما بحبش فكرة الملي البانيو، انا عن نفسي ما بحبهاش يعني. فانتي الحل الامثل طبق وقعدي فيه، لطيف جدا. حابه تاخدي دش وتحسي بالميه الدافيه وتعملي بقى حمام مغربي وحاجات من دي، شغلي الدش
وانتي واقفه كده بس، وهتلاقي البخار وميه سخنه وقامت بالواجب وزياده يعني، بس مش لازم يعني الفزلكه، ها مش لازم اي حاجه نشوفها نقلدها طالما احنا قاعدين لوحدنا، ولا قدر الله ممكن يحصل لنا اغماء او اي حاجه، فبلاش الكلام ده كله. فالطبق لطيف جدا، فكره بلدي قديمه فظيعه خطيره، تنفع لكل العصور. تمام، طبق لطيف ميه دافيه، كل مره تيجي تاخدي فيها دش اقعدي عشان الالتهابات في المنطقه دي، وطبعا ازاله الشعر والاهتمام بالعنايه يعني، والترطيب ترطيب ترطيب، وبالاخص في الشتاء ممكن تشتري زبده الشيا، ممكن تستخدمي كريمات، ممكن تستخدمي اي حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها. الموضوع لطيف جدا. طيب في حاجه بس في الدش نسيت اتكلمها، في الشعر لما تيجي تغسلي شعرك، الشعر بيتغسل بميه فتره مش دافيه عشان ما يتاذيش، وبتغسل من ورا لقدام. تمام، من ورا لقدام، وبتدعكي كويس جدا، ولازم البلسم بعد الشامبو علشان الشامبو بيبقى فيه يعني كيميكالز شويه جدا، ان انت دايما تعملي حمام زيوت وكريمات لشعرك. وعشان تختاري الحاجه الصح المظبوطه لازم تروحي لدكتور جلديه برضو عشان يقولك انت، او تقولك ايه انسب حاجه لشعرك من استخدام الزيوت واللي كلمكم فيها. السان بلوك مهم جدا 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 جدا، صيف شتاء لازم تستخدميه. احسن نوع هو الرش، معلش يعني حوشي شويه وهاتيه، اللي هو بيبقى 50 بلس، مهم جدا. ونضاره الشمس في الصيف مهمه جدا، احنا داخلين خلاص على الصيف يعني، فلازم ننوه يعني الموضوع ده. وعلى طول بقى يعني الوايبس معاكي، على طول الكريم معاكي، الجل الصبار بيدي فريش جدا، بيخليكي فريش على طول، معاكي البادي ماست او البادي لوشن بتاع فيكتوريا سيكريت بيدي ريحه حلوه جدا. الحاجات دي على قد ما تكونها بسيطه بتكون جميله. هاتي سبراي، هاتي برفان، هاتي انواع هاديه، بلاش الانواع الصعبه القويه دي اللي بتتعب الناس اللي حواليكي وتبقى نفاذه وكمان بتاخدي سيئات عليها. ف يعني زي ما قلت لكم الحاجات دي مش لازم تحطوها انتوا بره، حطوها وانتوا قاعدين في البيت عادي. عايزين نغير المبدا بتاع انا لازم اهتم بشكلي بره وانا قاعده بره وانا ببقى معفنه جوه البيت. عايزين نغير الموضوع ده يا جماعه، فخليكي ام واعيه برضو، ويلا بينا نغير الكونسبت بتاع ان احنا نقعد معفنين في البيت، لان ده هيأثر على حياتنا النفسيه. وفي اتجاه دلوقتي حديث جدا اللي هو قعده البيت بتقولك ايه، حتى الكوبايه في الفطار بتاعها مش عارفه الطبق بستايله مش عارفه معمول ازاي، والبيض بقى متقطع بطريقه معينه، والخيارايه مش بتمسكيها تاكليها كده لا، بتقطع شرايح وتفتحي النفس. نفس الفكره بالظبط اللي انت بتعمليه في الطبق والكوبايه والمج اللي بتختاريه شكله لطيف، هو نفس الاتجاه اللي احنا عايزين نعمله، ان احنا نغير ونكسر القاعده ان احنا لا نبقى قاعدين معفنين لابسين وحش وشكلنا وحش وشعرنا ملموم كحكه، وعلى طول مش مهتمين ببشرتنا ومش مهتمين بنفسنا. عايزين نغير القاعده دي ونبدا بعيالنا وتبدا بنفسنا. فانا حاولت الم بقدر الامكان الجزء بتاع العنايه بالبشره والعنايه بالجسم، بس شكله ضرب مني والحلقه طولت. اي بس يا رب تكون